صباح الخير عليك يا دينا. صباح الخير يا مصطفى، صباح الخير يا ليلى، صباح السعادة والتفاؤل على كل المصريين في كل مكان. طمنينا، برد ولا ايه؟ انت حاسس بايه؟ جو برد جدا. برد فظيع. مش محتاج سؤال يا مصطفى، جو برد قوي بصراحة اليومين دول. هي يمكن دكتورة منار غانم قالت لنا امبارح ان هو مستمر معانا لحد النهاردة وبكرة، لكن ان شاء الله خلال الايام اللي جاية هنرجع مرة تانية كده لاسبوع الشمس ويبقى الجو دافي باذن الله. خلونا نصبح على حضراتكم وابدأ معاكم في جولة في احوال المرور في مناطق مختلفة من مصر. هنبدأ معاكم جولتنا من القاهرة وتحديدا من الكورنيش اللي بيشهد كثافات متحركة بداية من المظلات وحتى منطقة وسط البلد. بتستمر الكثافات المتقطعة حتى لو مشينا للطريق السطحي في شارع رمسيس وامتداده، وبتفضل مكملة معانا لحد ميدان العباسية ومسجد النور. بعد كده في كثافات أمام جامعة عين شمس، ده بسبب طبعا موعد دخول الطلاب للكليات. نفس الكثافات لو أخذنا طريق شارع الجيش، هنلاحظ هناك إن في كثافات نسبية لحد شارع بورسعيد، وشوية بشوية الطريق هتقل فيه الكثافات لحد ما نوصل لمنطقة الظاهر. لو مشينا على كوبري أكتوبر هنلاقي أيضا في كثافات بتقل بعد نزلة غمرة في اتجاه مدينة نصر ومحور النصر. لكن الاتجاه التاني برضو فيه كثافات لكنها أقل بشوية أو بتزيد على غمرة وشارع بورسعيد. نروح معاكم لمحافظة الجيزة، وفي سيولة مرية في ميدان مصطفى محمود وشارع جامعة الدول العربية وشارع السودان، وكمان على كوبري 15 مايو المتجه إلى ميدان لبنان. شارع أحمد عرابي القادم من الدائري في سيولة مرورية، لكن لو رحنا لميدان لبنان المتجه إلى أكتوبر ففي سيولة مرورية مكملة معانا، لكن الطريق العكسي هو القادم من أكتوبر اتجاه ميدان لبنان في كثافات مرورية بتبدأ في آخر 2 كيلو من المحور. أيضا كمان في كثافات عند منطقة البراجيل على الدائري، ده بسبب تحويلات مرورية لبعض الأعمال الإنشائية. لو رحنا بالقرب من محطة مترو جامعة القاهرة بدءا من نزلة كوبري فيصل حتى شارع التحرير هنلاقي في كثافات مرورية نسبية. في كثافات أخرى ظهرت أعلى كمان كوبري الجامعة. نروح معاكم لمحافظة الإسماعيلية، هنجد إن طريق عثمان أحمد عثمان الرابط بين الجامعة والإستاد ومجمع المحاكم في سيولة مرورية، مع بعض الكثافات المتحركة واللي ما بتأثرش على حركة سير السيارات، لكن متجه إلى شارع بورسعيد ففي سيولة مرورية في طريق الإسماعيلية بورسعيد. هنلاقي كمان في سيولة مرورية كبيرة وخاصة على الطريق الدائري وحول مدينة الإسماعيلية. نروح معاكم لمحافظة سوهاج، واللي هنبدأ فيها من محطة قطار سوهاج واللي الطريق عندها بيشهد كثافات نسبية. لو رحنا لطريق عبد المنعم رياض هنلاقي فيه سيولة مرورية، كمان في كثافات عند طريق مستشفى جامعة سوهاج، في كمان كثافات مرورية غير مؤثرة بتزيد مع ساعات الذروة الصباحية عند المستشفى العام ومجمع المحاكم وشارع التحرير. ومن جولتنا في شوارع محافظات مصر مختلفة اطمئنان على حالة المرور، خلونا نستعرض معاكم جولة سريعة عن أحوال الطقس. النهاردة الطقس هيكون مائل للبرودة نهارا على القارة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية. في شبورة مائية صبح على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية. متوقع النهاردة سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، ده على فترات متقطعة. درجة الحرارة في القاهرة النهاردة 18، وأعلى درجة حرارة هتكون في شلاتين 26، وأقل درجة حرارة في كاترين 13 درجة. هنتابع مع حضرتكم الطقس بالتفصيل لكن بعد شوية.